شفت بقى لما نمت وارتحت وشك نور ازاي؟ بس انا كان ليا رأي يا ابني، ما كانش ينفع ابدا تخرج وتيجي على هنا، كان لازم ترجع على الفيلا اللي انت كنت قاعد فيها. انا زهقت من الحبس يا ست صباح، المغربلين وحشتني. عرب، هو انت رجعت عشان المغربلين وحشتك وبس؟ مش فاهم. لا انت فاهم قصدي، يعني انت ما رجعتش عشان عرفت ان حنان هتتجوز؟ ده حوار واتقفل خلاص، ربنا بقى يسهل لها بعيد عني ويبارك لها في حياتها. يسلم لسانك، اهو كده ان شاء الله بكره ربنا هيرضيك ويعوضك بست ستها وهتشوف. عرب، انا ليه عندك طلب، ويا ريت ما تكسفنيش، يا ريتك تسيب البيت هنا شويه كام يوم كده. انا عارفه كويس عبد رب، عشان خاطري يا ابني سيب البيت هنا وارجع الفيلا عشان خاطر امك. ماما عندها حق على فكره، وحتى بعيدا عن بابا الفيلا هناك هتبقى مهيئه احسن عشان صحتك ترجع زي الاول. ماشي، انا هرجع تاني هناك وهسيب هنا، بس ده مش ضعف مني ولا خوف، انا هرجع بس عشان ابقى قادر اقف على رجلي تاني. بس ورب النار دي، ورب النار، يوم ما اصل طولي، يوم ما ارجع حقي وابكي اي حد جه على عرب السوركي. يا ابني الانتقام بيهد ما بيبنيش، ولو اخسر عمري بس ارجع حقي، حق عرب. ماشي، اقف بس كده على رجليك وصل بطولك، وبعدين نبقى نشوف عايز تعمل ايه. بس توعدني، اوعدني يا حبيبي انك ترجع عرب اللي انا اعرفه. اوعدك يا امه. بس انت قبل كده وعدتني وما نفذتش. وانا لحقت اعمل حاجه؟ خلاص، يبقى نبدا حالا. انا عرفت ان في خط ساخن تبع صندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي لاي حد عايز يتعافى، بيتابعوا معاه في التليفون وكمان بيساعدوه، بيبقى فيه دعم نفسي وبرامج إعادة تأهيل وبرامج وقاية من الانتكاسة. وانت هبص الكلام المجعل ده كله ازاي؟ خلاص يا مجدة، خدي كل اللي لازمك من هنا وتوكلوا على الله، روحوا على الفيلا وانا كم ساعة كده وهحصلكوا. ماشي، بس انا عندي مشوار بس كده هقضيه وارجع لكم تاني، اخلصه ونروح على طول. كوري عم عرب، جبت الحاجة؟ أحلى استغفر عم عرب. عم عرب، بس خليها معاك ارجع لك تاني. ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ الحمد لله، بس انا زعلان منك عشان لما جيت لك امبارح انت سبتني ومشيت وما ردتش عليا. ما تزعلش يا حبيبي، حقك عليا. انا سمعت كلامك، رحت العب كوره بس الكابتن مشاني انا من جسمي ضعيف. معلش، ابقى اشوف لك مكان تاني تروحه. بس هو مش انت كنت بتتدرب كاراتيه زمان؟ ممكن تدربني وابقى قوي زيك؟ قوي؟ حاضر حبيبي. بس وعد هتدربني؟ وعد، بس مش الايام دي. انا بس عاوزك تتعيلي. ها روح حبيبي. هاتوا الحاجة انجز يلا. يا عم عرب، سيب رمك في السكة ده يا عم عرب. هي الحلوة نديت لك ولا ايه؟ صباح الوهالة يا سوركي. ايه؟ ايه مالك؟ مالك مهفهف قوي كده؟ دي المادة شادة. ما شفتكش يعني من ساعة العلقة. اطلع من دماغي يالا. يالا؟ طب ليه بس؟ ده انا بحبك. بالحق صحيح. مبروك. امبارح كانت الدخلة بتاعت حنون ولا ما علمتش؟ خد بس اقولك، راح فين؟
بقيت مخوخ بدري قوي كده ليه؟ اتكل على الله رباح وبعد عنه احسان له. لا ده كان زمان ايام المجانس والترابيس والفورمه الفاخره، ولا مش فاخر؟ دلوقتي بقيت عامل زي الورقه، يا دوبك الواحد ينفخ فيها في الطير. عارف يا سوركي، طول الوقت كنت بتمنى انك تيجي من تحت مني عشان افرمك برجلي، بس دلوقتي الواحد ما يستلذش بضربك. روح يا ابني روح، روح شوف انت بتعمل ايه. اسمع الكلام يا ست صباح وخلي الليله تعدي، اطلع على بيت الجياشين لغايه ما الدنيا تهدى، ما تولعهاش اكتر ما هي ولعه. ومين اللي ولعها يا عطوه؟ بقى سيد الرجاله سايبك تقف لي هنا على باب مغلقي عشان تمنعني من دخوله؟ مش عيب عليك يا راجل تمشي ورا دماغه وتخليه يتجوز عيله من دور عياله ما تقولوش عيب؟ طيب الكلام ده يا ست صباح، انا ساكت عشان العشره بس. لو النبي عايز ايه يا صباح؟ ايه اللي جابك هنا؟ قلت اجي اصبحك يا سيد الرجاله. هو مش النهارده صباحيتك؟ الا ايه اللي ينزل عريس يوم صباحيته بدري كده؟